في جو روحي بهيج وببركة وحضور الأب الربان بنيامين شمعون كاهن الرعية في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في عمان وجمع الخدام الشمامسة، احتفلت الرعية السريانية الأرثوذكسية في الأردن بعيد الدنح الإلهي الإغطاس. وقد انطلق المؤمنون بحافلات سياحية إلى منطقة الشون الجنوبية ومنها إلى موقع عماد السيد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الأردن، حيث أقام الأب الربان شمعون بمعاونة الخدام طقس تبريك الماء بجانب المكان الذي تعمد فيه الرب يسوع وسط المئات من المصلين الذين احتفلوا بهذا العيد المبارك. عيدوا بريخوا، دنحوا بريخوا، إن شاء الله كل عام وانتم بخير. من أرض الأردن، من المملكة الهاشمية الأردنية، سيدنا نقدم لكم لشعبنا السرياني في الأراضي المقدسة، في القدس، في بيت لحم، في كل الأراضي المقدسة، نقدم لكم سيدنا، لكم ولكل أبناء الطائفة المباركين أعيادا مباركة بهذا اليوم الأغر الذي فيه تتوجه أنظارنا إلى القديس يوحنا المعمدان وهو يضع يده المباركة على هامة الرب يسوع بكل تواضع ويقبل العماد الرب يسوع من عبده يوحنا. نقدم لكم سيدنا، نقدم أولا لسيدنا صاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني الكلية طوبة التهاني القلبية الحارة، ولنيافتكم ولجميع المطارنة والكهنة والكليروس والشعب المسيحي والسرياني في كل أنحاء العالم. وأيضا نجدد عهدنا وولاءنا لسيدنا صاحب الجلالة الملك المحبوب، الملك الإنسان، ملك الوسطية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. نجدد له العهد ونتمنى من الله أن يمنحه صحة وعافية. وأيضا إلى سمو الأمير غازي بن طلال الذي هو مسؤول مباشر على المغطس، نتمنى له الصحة والعافية. وأيضا إلى هيئة تنشيط السياحة وكل الشرطة السياحية والأمن وكافة القائمين على تنظيم هذا الاستقبال. نعيد شعبنا في الأردن الشمامسة والشماسات والرئيس وأعضاء الجمعية وكل الشعب السرياني، ونشكر قناتنا الحبيبة نورسات على تغطية هذا الحدث المهم. كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك إن شاء الله.